السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم، وهو الانقسام الميوزي أو الاختزالي. طبعا الانقسام ده بيهم الكائنات المتعددة الخلايا، اللي هي أي كائن يكون متعدد الخلايا وبيتكاثر تكاثر جنسي. بتكون خلايا الموجودة في هذا الكائن إما خلايا بتكون خلايا جسدية وخلايا تناسلية. الخلايا الجسدية بتاعته بتكون ثنائية عدد الكروموسوم، وعشان يجدد الخلايا الجسدية بتاعته بيلجأ للانقسام الميتوزي. أما الكائن المتعدد الخلايا وبيتكاثر جنسيا اللي بنتكلم عنه، لو عاوز ينتج خلايا تناسلية اللي هي سواء كانت حيوانات منوية لو كان الجنس ذكر، أو بويضات لو كان الجنس أنثى، فعشان يلجأ لتكوين حيوانات منوية أو بويضات حسب الجنس بتاعه بيلجأ للانقسام الميوزي لإنتاج هذا النوع أو هذه الأنواع من الخلايا التناسلية. مكان حدوث الانقسام الاختزالي في جسم الكائن الحي، طبعا لو الانقسام اللي هو الميوزي بيحدث في الخلايا الجسدية بتاعته، يعني مثلا زي في أماكنها في الشعر، الجلد، الكبد. أما الانقسام الاختزالي اللي هو موضوعنا النهاردة ده بيحدث في المناسل. المناسل مقصود بيها اللي هو الخصية لو كان الجنس ذكر، أو المبيض لو كان الجنس أنثى. الانقسام الاختزالي عشان يحصل بهدف إنتاج يوصل في الآخر لإنتاج خلايا تناسلية، عشان يحدث بيحدث خلال مرحلتين من الانقسام متتاليتين. مرحلة تسمى انقسام اختزالي أول، ده رقم واحد. وهذا الانقسام الاختزالي الأول بيتم في خلال أربع أطوار متتالية، أربع أطوار يسبقهم مرحلة تمهيدية. والمرحلة التمهيدية دي مهمة جدا عشان بتجهز الخلية للدخول في الانقسام الاختزالي الأول. طبعا خلال الانقسام الاختزالي الأول برضو معلومة نعرفها، إن الخلية الأم اللي هي الأصل بتكون ثنائية عدد الكروموسوم. في نهاية هذا الانقسام الاختزالي الأول اللي هو بيشمل أربع مراحل، الخلية الواحدة بتتحول إلى خليتين بهما، أو كل خلية منهم بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصلية. يعني الخلية الأم بتدخل الانقسام ثنائية عدد الكروموسوم 2N، تخرج خليتين 1N. برضو معلومة مهمة جدا في الانقسام الاختزالي الأول اللي هي المرحلة الأولى من الانقسام الميوزي، إنه بيتم عملية مهمة جدا لم تحدث في الانقسام الميتوزي، وهي إن بيحصل تشابك الكروموسومات بتكون موجودة عندنا بالشكل ده، بتتشابك مع بعضها ويحدث تبادل للمادة الوراثية. جزء من الكروموسوم بيتقطع من أحد الكروموسومات ويلتصق ويتم تبادل أجزاء الكروموسومات، وتسمى هذه العملية عملية العبور. طبعا دي عملية مهمة جدا عشان بتفيد جدا في التنوع البيولوجي، عشان كده احنا ما بنطلعش نسخ كاملة أو متطابقة من أبائنا عشان عملية العبور دي. تمام. بعد كده بعد ما الخلية الأم بتنتج خليتين بهم نصف عدد الكروموسومات، الخليتين الناتجتين من الانقسام الاختزالي الأول بيدخلهم في الانقسام الاختزالي الثاني. يعني عندي خلية أم اللي هي 2N بتدينا في الانقسام الاختزالي الأول خليتين 1N، نصف عدد الكروموسومات. ده في الانقسام الاختزالي الأول. لما تدخل في الانقسام الاختزالي الثاني كل خلية منهم بتعطي خليتين بالشكل ده بهم نصف عدد الكروموسومات بالشكل ده. ده الانقسام الاختزالي الأول، وده الانقسام الاختزالي الثاني. ملحوظة مهمة جدا، ان الانقسام الاختزالي الأول الخلية فيه دخلت 1N خرجت 1N، يعني حافظنا على نفس عدد الكروموسومات. الانقسام الاختزالي الثاني يشبه تماما في مراحله الانقسام الميتوزي او الغير مباشر، لان الخلية دخلت بدون ان يحدث انتقاص لعدد الكروموسومات بتاعتها. 1N خرجت 1N
على فكرة السبب في تسمية الانقسام الميوزي بانه نسميه انقسام اختزالي ان الخلية دخلت، خلية واحدة دخلت وهي ثنائية عدد كروموسومات 2N اعطت اربع خلايا بالشكل ده بيكونوا نصف عدد كروموسومات 1N. يبقى قدامنا دي الخلية الام موجودة كده بتخش في مرحلة اللي هو بيسموه التور او المرحلة البينية. دي طبعا دي مرحلة مهمة جدا بيتم فيها مضاعفة الحمض النووي، مضاعفة الصبغيات البروتينات، ومضاعفة العضيات. يبقى ثلاث حاجات عندنا بتضعفهم: الدي ان ايه والبروتينز والعضيات، استعدادا للدخول في الانقسام. واثناء الانقسام بيحدث عندنا ده الانقسام اللي هو الاول وده الانقسام الثاني، اختزالي اول واختزالي ثاني. الاختزال الاول خلية بتعطي خليتين داخلة هي 2N تخرج 1N. بعد كده الخلية الناتجة من الانقسام الاختزال الاول بتدخل الانقسام الاختزال الثاني عشان تعطي كل واحدة خليتين بتكون بها نصف عدد الكروموسومات موجودة بالمنظر ده. يبقى اذا عندي خلية واحدة دخلت الانقسام الاختزال الميوزي واعطت اربع خلايا بهم نصف عدد الكروموسومات، داخله 2N خرجت 1N. يبقى احنا كده شفنا المراحل بتاعه الانقسام الميوزي. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم لنستكمل كلامنا عن الانقسام الميوزي.